ما في دولة ما عندها معايير. من عنده الحق، أنا استفدت من الحق في منحة، ولكن واللي اليوم ما عنده الحق، لأني من الناس اللي الحمد لله عدت في طبقة قادر على أنها تقري أولاده، واللي حالا في الدكار ما عنده منحة، واللي أختي كان في استاد تعدل دكتوراه ما أجبر منحة، ومواراي في الأمور على النباط كل حد عياتي يدرفه، على أن إلين اشتكات لي خالته على أنه فلان تقراتك ما أجبر منحة، قلت له كان الله بقية الله ضرب عنده الحق، يعني تحققت من معايير إجبار عنده فعلا 7 نقط هي المعيار اللي يقراها، يا غير مقصي به السنين لأنه عنده 28 سنة. اتصلوا بها قالوا لها سيدي ما هو مظلوم، سيدي عنده 7 نقط يا غير مقصي لأن عمره تخطى 28 سنة لأنه بقى 4 سنوات يعدل الباك، هذا ما يعني ما هو سر. اتصلت علي في المساء وتقول لي سيد الوزير أنت ظلام ووزارتك ظلام، قلت لها لماذا؟ قالت لي أن خالك شي ما داروا في الملف، قلت لها شنو؟ قالت لي طفل خال الوزير. قلت له ذاك قطاع ثاني، ذاك اللي شد اخبارك. معنى عن الاكراهات عيات تعود ضحيتها الوزير واولاد الوزير وعائله الوزير. المهم في المعايير تعود فيها نقاش، قلت حد يقول هاي ما هي معايير قال تقلعها، قال المهم انها تعود مطبقه على الناس كامل. انا بعد اليوم اتحدى ولا هو تحدي لا طالب اي معلومه، يجيني طالب يشبر منحه بيعلن انه ابوه وزير والله ابوه جنرال في الجيش والله ابوه في البرلمان دو بيتر والله كذا، والله مولي على انه ظلم على هذا السبب.